الجافونية. يلا احنا مواصلين دائما فقرتنا مواضيعنا الخدمات للصباح. اليوم انتم انضميتوا الان الى محطة سي بي سي بنا وكذلك شروق تي في. نعود نجدد تحية ترحاب بكم، بقولكم ما فاتكمش الكثير ولكن اللي راهو جاي اكثر ان شاء الله. في مواضيع مازالها، في فقرات وفي ضيوف رامي نور وفلاطون. نحبوا دائما اكيد كل شخص يعني في الوقت الحالي ما يقدرش يستغنى عن الهاتف النقال، اقول مثل ما تقدرش تستغنى عليه ضيفتنا لانها اليوم مايا رجيل، هي واحدة من نقولوا المهوسات بس الميديا اللي حبوا الفيديوهات اللي قدرت الساخرة والكوميديا اللي ضحك، وقدرت في وقت وجيز أنها تكسب متابعة كبيرة من المتابعين. مرحبا بك مايا. الله يسلمك. مرحبا بك. يلا مايا، نتحدثوا يعني اول تجربه ليك على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يعني كيفاش انك جاتك الفكره انك تبدا بدي فيديو ساخره او كوميديا. ما بتيت فامي بين لي زامي جور جيتي با سيريوز زعما او سو بوا وين لحق لي 100000 ابوني ف بوتيتر 4 موا سام هكاك ميم با. دونك الناس لحقوا قعدوا 2 3 زون باش لحقوا لي 100000 ابوني تاعهم، انا لحقتهم تم تم. وليت نخرج برا لقى الناس يعرفوني مايا من ناس. نهار خرجت درت اون فيديو سون فيلتر، مع الاول الناس ما كانوش يعرفوني برا باسكو خفت من ردة الفعل تاع الناس، خفت يقولوا هادي جور كبيره واش راهي دير، الناس ما يعرفوش لا كوميدي يقولوا بلي بوغ لا كوميدي بوغ غير بوغ لي زونفون ولا بوغ لي غارسون سبيسيالمون. مي نو افيك لو طون هكايا بداو الناس يوالفوني وليت نعجبهم اون بلوس. زعما دوكا ميم نخرج برا نروح لافاك اللي يقرا معايا ويعرفوني بلي مايا تاع اليوتيوب ماشي مايا اللي نقرا معاهم. وفورس ا فورس جوغ هي بديتها كي جوغ غير بديت زعما نتعرف شويه ونبان وزعما نجحت فيها بالخمام في لي غاف ديالي. قلتها لك فوالا سي لوكازيون. يعني نقدروا نقولوا مثل ما كنت معاك قبل ما ندخلوا على الاستوديو قلتي لي مايا يعني انت استغليتي هذا الموقع موقع التواصل الاجتماعي حتى توصلي لهدف معين. وش هو الهدف اللي حابه توصليه؟ اسكو له علاقه مع اليوتيوب مع الفيديوهات؟ انا انسانه ملي كنت صغيره نحب التمثيل بزاف. دونك قال لك باش تبداي في التمثيل في الجيري لازم يكون عندك ان بيتي بيبليك، معروفه شويه باش يكون عندك لي زازون حتى لو تراك تاع لا كاميرا توالف فيه. دوكا والفت تري بيان لا كاميرا فوالا، والفت ميم البوبليك ديالي. دونك دوكا ميم جيني كاش ايميسيون دور في كاش سيت كوم ولا ان تخيك. دونك جي لي بتيت اكسبيريونس تاع نقدر لها. باغ كونطخ كي بديت دوكا راني معروفه شويه وعندي لي شونس كثر من اللي كانوا عندي من قبل. جاوتك عروض بعد ما يعني كانت كما قلتي انك كسبتي محبه الناس؟ فوالا غير كسبت محبه الناس وبديت ندخل قلوبهم، بديت ندخل زعما الهواتف الجزائريه بون ما نقولوش الشاشه في سباس انكور، بديت ندخل لا تدخل يعني تدخل كل بيت عن طريق الشاشه. دونك كي بداو يعرفوا الناس ولا هما يدوموندي مايا انا حابين نشوفوك في رمضان، انا حابين نشوفوك في كاسيت كوم، انا حابين نشوفوك في لا تيلي ماشي في التليفونات. دونك فورس ا فورس بتاتخ ان شاء الله. والعروض اللي جاتك يعني بعد ما انشهرتي على لي سوسيو اقول يعني وش هي العروض؟ اسكو تتماشى مع انت وش راكي حابه ولا يمكن كذلك راح تستغلي هذا العروض حتى تكون خطوه اخرى لاهداف اخرى لك مايا؟ ان شاء الله بوغ لو مومون باز انكور باسكو راني العام سي ما ليسونس راني اون تخوازيام اني ليسونس ماناجمنت اداره اعمال. قلت انا بوغ لو مومون نركز شويه على قرايتي ومن بعد كيكونوا زعما هكا زوكا عروض ملاح ان شاء الله بوكوا با. يعني وعلاش يعني خيرتي مايا نقولوا لي فيديوهات الساخره او الكوميديا؟ انا عندي جانب كوميدي ديجا في حياتي في حياتي الخاصه. جو سوي كوميديان في ما فاسون دو بارلي في ما فاسون دو مونجي. يعني نفس الشخص اللي تلقاه من خلال هواتف النقاله والفيديوهات هو نفس الشخص اللي يكون مقابلكم. فوالا دونك كون انا اي طفله تحب تنجح في اي حاجه في الدنيا ونقولها كوني توا ميم كوني انتيا على حسب الشخصيه راك تحبي. في حاجه تاع طياب ديري اون شان تاع طياب، تحبي لا بوتي ديري شي بوتي، فوزات كوميديان تبعي في لا كوميدي ديري واش تحسي باللي انت تشوفي روحك هذاك الشيء سوي توا ميم. كيفاش التفاعل نقولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي معاك؟
انا عندي 80% تعليقات ايجابيه، الناس يحبوني، مي كاين هذوك 20% تاع هذوك اعداء النجاح. مثلا انتقادات السلبيه اللي دائما تلقاها، راكي يعني راكي في الجزائر واش راكي على بالك؟ قالوا لي زعما وحده قالت لي انت يا زواخه، باسكو جو ريبون با على لي كومونتير باسكو كاين بزاف، جو جو نريبوندي على كل واحد وحده. دونك يقولوا لي انت يا زواخه، انت واش راكي على بالك؟ ما تحبش لا تيلي، متابعينك في اليوتيوب، المتتبعين تاعك يعني في النساء اكثر ام الرجال؟ بس 90% كامل دي فام، بس انا ديجا في ماشين يوتيوب ندير كل لي سوجي تاع لي فام. ما نديرش كامل لي سوجي، مثلا المواضيع اللي تطرق لهم اللي هي المواضيع اللي ديباسات 600,000 مشاهده، هي تاع الزواج تاع العروسه. زعما على قناتك على اليوتيوب، على قناتك على اليوتيوب، على قناتي في اليوتيوب كاين اللي ما لحقت 1 مليون، هي تاع كي تزوج خت صغيره وتقعد الخت الكبيره، باش تقعد لها مشاكل تغير هاد لي سوجي هما اللي حبوا. هذا الشيء عشتيه انت في حياتك ولا فقط؟ عاشوا صحاباتي، دي كوزين دي فوازين هكايا عاشهم، دونك انا لي سوجي اللي نشوفهم قدامي واللي ضحكوني في لا رياليتي نروح نخدمهم دي سوجي. في يعني كيفاش تغيري الافكار تاع دي فوا ندير دي سوجي سوغ انستغرام ونخلي الناس هما اللي يفوتوا عليهم، نشوف اللي يحبوهم اكثر البوبليك هما اللي نديرهم. مثلا واش هما اللي بزاف يستهواو تسكي مارياج، تسكي بوتي، زعما هذه شابه هذه ماشي شابه، لي سوجي تاع القرايه تاع الغيره تاع الضحك، يعني تاع الضحك اللي ضحكوهم اللي وسبيسيالمون زعما كي تزوج صغيره تقعد الكبيره، كي وحده تجوز عليها وقت الزواج، هادو اللي راهم يقولوا لي يعني المواضيع اجتماعيه بالدرجه الاولى. بما تاثرتي في هذا المجال، يعني اسكو كنتي تتابعي اشخاص يعني وتاثرتي بهم فقط؟ ما هكاك جات وحده، باسكو انا ما ندير دي سناب قبل كنت نديرهم هكا في درح بلا خيمار بلا والو غير بيني بين مي باغون. ان جور قالت لي اختي، قالت لي هكا قلت لي قالت لي علاش ما تبارطاجيش هذا المعغاشي مع الناس؟ قالت لي بالك تعجبيهم، بالك تلحقي وناكي حابه من هاد لو تروك. قلت لها نسيي سيت اون فيديو، مع الاول ما داتش بزاف، دارت يبقى 1000 فيو، ما درت اون اوتر فيديو ابخي 15 جوغ لحقت 10,000. قلت صافا جي مي لابوني، في هذاك الوقت جاتني حاجه كبيره، وعاد فرصه فرصه بديت نطلع. وتحصلتي على الدرع الفضي لليوتيوب؟ درت اون دوموند دونك كالكو جو ان شاء الله يلحقني الدرع الفضي. يلا ان شاء الله لملا ذهبي. نورتينا مايا رجيل، واش راكي تحضري فيديوهات اخرى، مواضيع اخرى ونخليوها متاعها؟ حتى عندي صافي كالكو جوغ شان دو بوتي تاع الجمال ثاني درتها بالك المجال، ومن طريقه سخريه نو هذه شويه مي سيريوز شويه اكثر من باسكو هذه يلا دوموندوها لي لي زابوني تاعي، دونك شافوني بلي اشاك فوا يقولوا لي مايا كيفاش تلبسي، كيفاش تماكيي، كيفاش ديري لي سوان دو فيزاج، كيفاش منا. قلت لهم خلاص دوك جي باش ندير لكم اون شان نوري لكم فيها مي ميثود دو بوتي، جو بارطاجي معاكم مي زيكسبيرس. عاد فتحتها صافي دو جوغ راهي لحقه 5000 بوتيتر ابوني. فوالا يعني فتحتي قناه اخرى للجمال، خاصه فقط للجمال، بريتي ويز مايا. شي جميل، ان شاء الله تكون خطوات نحو الهدف لك حابه تلحقي له، تلحقي الكل بتلحقتي من خلال شاشات الهاتف الصغيره، لما لا تلحقي الى شاشات التلفزيون وتدخلي كل بيت جزائري مثل هكا. نفطروا لما لا يعني الابتسامه نتاعك في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله مايا نورنا بالحضور نتاعك، كل التوفيق لك في الدراسه وفي هذه الموهبه حبيبتي. شكرا لك. اما الان سعاد يلا نروحوا مع بعض من خلال عين على خريطه الى بلد السويد، وبعد جايين حتى نستقبلوا مع بعض محمد موفق والاخبار الفنيه. اقول لكم فقط ابقوا في المتابعه.